الله اعلم. معايا زينب. زينب الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. بالصحه والسلامه يا رب. والنبي بالله عليكم تستنوا عليا شويه لحسن انا بقالي شهرين دلوقتي بتصل بيكم ومش عارفه اوصل لكم. حبيبتي طب اتفضلي. انا عندي ثلاث احلام اسمعوني الله يرضى عليكم. اتفضلي يا حاجه زينب. اتفضلي. اللهم صل على حضره النبي. اول رؤيه انا شفت ان انا ماسكه الخرطوم وبنظف في البيت، بنظف عندي في البيت. فال ال 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 الميه نازله عكره. الميه مش نازله عكره. انا مطلعه كده من الصاله على المدخل. ففيه واحد قاعد على الكنبه، واحد قريبنا قاعد على الكنبه، راجل كبير في السن كده. تمام. فانا اللي طالع الميه مش نظيفه، بس الايد دبان كتير قدام مني، يعني نازل كده بس ميت كويس. تمام. يعني بيموت كده. وبعدين فيه نحل من اللي هو بينتج العسل. برضو ايه مدروخ كده ايه، وبرضو ايه اشبه ان هو ايه يعني هيموت. تمام. بس انا بنتي ماسكه المساحه من تحت، من المدخل من تحت، وانا بزيح الميه بزيح الميه بزيح الميه. والميه مش نظيفه. تمام. دي اول رؤيه. تمام. الرؤيه الثانيه اشوف ان انا راكبه عربيه انا ووالدتي، والدتي دي متوفيه رحمه الله عليها، انا راكبه جنبها فهي اللي سايقه. تمام. فلقينا في عربيه واقفه قدامنا كده سد الطريق، فانا عماله بقول لها ايه زمرلها زمرلها عشان تركن على جنب. فانا زمرت مرتين كده، المهم ارتكن شويه كده وقمنا معديين. تمام. والعربيه الثانيه وقفت، فدخلنا ايه بصيت لقيتني انا راقده انا وامي يعني في اشبه كده على السرير، انا وامي في قلب البيت، البيت ده مقفول ويعني قافلينه في البلد لكن احنا قاعدين هنا. فلقيت جنب منها واحد شاب راقد جنب منها، راقد بالفانيلا ولما مؤاخذه الكلسون ايه امه مستغطيه وانا كنا مستغطيين. فانا قمت كده لقيته ايه بيبص لها، فانا بقول له والنبي والنبي وهتموتها، والنبي اوعى تموتها، والنبي اوعى تموتها، انت هتموت امي، انت هتموت امي. راحت امي بالراحه كده يعني بدون ان هو ما يسمحش، فراحت بتقول لي ايه ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش بالراحه كده. فانا ايه ابص مش يعني عايزه اطلع من الشباك ابص اقول يا ناس الحقوني احنا بالليل. يا ناس الحقوني. فانا لقيت نفسي ان انا مش هلحق الناس مش هتلحقني. قمت فاتحه الباب وقمت فاتحه الباب الثاني وقمت طالعه على الجيران. وقعدت اخبط والنبي تلحقونا والنبي تلحقونا لحسن هيموت امي هيموت امي هيموت امي. وقمت ايه خارجه رايحه على الجيران الثانيه والنبي تلحقونا والنبي تلحقونا لحسن هيموت امي هيموت امي. انا قمت من النوم وانا ريقي ناشف على قوله هيموت امي هيموت امي، وقمت مفلوجه من النوم. عندك وهم كبير يا حاجه زينب. الحلم الثالث بس والنبي خليكي وياي يا ربي ما تشوف المرض في جسمك حبيبتي معاكي. الحلم الثالث انا شايفاه ليله امبارح، شفت ان بنتي لابسه فستان يعني هو ايه لونه زي ما تقولي يعني ذهبي كده. تمام. فيه ايه وفيه زي ورد صغنن كده مسمر. تمام. بس لابسه حزام عليها اسمر. فانا بقول لها ايه انت طب انت هتتجوزي من غير ما نعمل لك حاجه؟ طب انا مش هعمل لك حاجه يا حبيبتي، ازاي هتتجوزي من غير ما اعمل لك حاجه؟ طب استنى. قمت ابص لقيتها باشبه ان هي كانت جايبه بدنجان محشيه، بس البدنجان ده كبير. فانا قمت جايه ايه نقيت الصغير كده ورحت ايه القعده ايه هحشهولها. قال مش البدنجانه واقفه على حيلها كده يعني، لا البدنجانه ايه زي ما تقولي يعني ما اعرفش ماسكه في نفسها كده. وهي لابسه الفستان اللي هو المسفر شويه ده وعليه الحزام ايه الاسمر. تمام. فانا ايه لقيت ابوها قال قاعد على الكنبه قاعده على الكنبه هو قاعد على الكنبه وابوها برضه متوفي، انا امها متوفيه وابويا متوفي. فانا ايه قلت لا لازم اعمل لها عشاء لازم اعمل لها عشاء. فانا امسك البدنجان وانقي فيه وعدل علشان اعمل لها ايه حله صغيره كده واعمل لها فرختين.
وقمت صحي على كده. ادي الثلاث احلام اللي انا شفتهم يا حبيبتي. طب زوجك عمل ايه في الرؤية؟ ايه؟ زوجك عمل ايه في الرؤية؟ عامل ايه في الرؤية؟ لا هو قاعد بس، قاعد على الكنبة كده بس، قاعد يعني مش يعني مش مبسوط. هي بنتك قد ايه؟ ده جوزها متوفي، وفعلا جاي لها واحد الايام دي عاوز ايه؟ عاوز يتجوزها. طيب خليها تستخير ربنا. تستخير ربنا، مراته متوفية وعنده بنتين اتنين. هو الشخص؟ عنده بنتين. تمام. انت بتقولي باباها كان جاي في الرؤية مش مبسوط. مش عارفة والله يا بنتي، يعني كده مش عارفة. انا عايزاكي بس تفسري لي الرؤية الاولانية بتاعت المية اللي مش نضيفة دي والدبان. لا ما تقلقيش، الرؤية الاولى دي، الرؤية الاولى دي خير. انا قلتي ريقي ناشف. الرؤية الاولى دي خير، خير كبير جدا جدا. ايه؟ الرؤية الاولى دي بتدل على سنين هتنتهي كانت كلها كرب وهموم وحسد وضرر، دي كلها خير هيعود عليكي، لان كمان في شخص كبير في الرؤية، فانتهاء وزوال اي هم كان يخصك، والدبان بقى والحاجات دي كلها طالما ماتت فخلاص انت هتتخلصي من اشخاص مش كويسين خالص في حياتك، كانوا بقى نظرتهم حاسدة، كانت في كلام رغي كتير، الحاجات دي كلها بس هتنتصر عليهم بامر الله تعالى، والضرر هيترد عليهم على فكرة، عشان المية جاية مش نظيفة. المية مش نظيفة، الضرر هيترد علينا احنا؟ لا، بعد الشر على اللي بيبص لك بصة وحشة. ايه؟ على الحاسدين اللي حواليكي. سامعاني؟ بس انا في كرب فعلا يا دي. ما هو واضح الكرب، ما انا بقول لك الرؤية دي مبشرة، مبشرة بانتهاء الكرب اللي انت فيه، خلاص. ما تقلقيش، اللي جاي بقى افضل ليكي بامر الله تعالى. الرؤية الأخيرة برضو عشان ما توقعش مني، انا عايزاكي بنتك تستخير ربنا في العريس اللي جاي ليها. في ايه؟ الرؤيه بتاعت والدتك اللي كانت سيئه، هي سيئه العربيه وعماله يعني العربيه، وانت خايفه حاليا. او في شاب ظهر وبعد كده انت خايفه احسن والدتك تموت، وكنت بتناجي الجيران. لا ده انا ده هو عاوز يموتها، عماله خارجه بخبط على الجيران بقول الحقوا لحسن في واحد عاوز يموت. بصي بس الشخص ده يعني اتضح لي ان هو في شكل من ابن انا. من ابني. ما انا قلت لك وانت بتقوليها انت موهومه قوي، وفعلا انت كده بتاكدي الجمله اللي انا قلتها لك. انت مكروبه. انت بصي، انت عارفه اللي بتاخدي كل حاجه على اعصابك جدا جدا جدا، وتتوهمي جدا جدا، انت من الطبع ده. فالرؤيه دي موضحه طبعك. والدتك جايه في الرؤيه وهي اللي كانت سايقه، على فكره علشان برضو الناس ما بتشوف الميت ما بيسوق عربيه يفتكر ان لا قدر الله حاجه تضر الانسان. لا مفيش خالص، ده بالعكس، ده امورك هتتيسر من عند ربنا سبحانه وتعالى. وخصوصا الام المتوفيه في الرؤيه يا جماعه بتكون خير كبير جدا جاي للرائي، والدنيا هتتيسر. الشاب ده كانت مشكله هتحصل اللي انت بتقولي عليه، انت حسيت ان هو ابنك بس خلاص هتنتهي تمام. انت عماله تناجي الجيران، انا عايزاكي حتى انت بتقولي والنبي والنبي والنبي، حرام احنا ما نناجيش غير ربنا، ندعي ربنا دايما ونناجي باسم الله. يعني طبعا نبي الله ليه افضال وليه هبته وليه مكانته اللي ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها اصلا، فبس بعد ربنا ما فيش. المفروض ان احنا دايما نناجي ربنا في اي كلام، ندعي ربنا خليكي تتقربي من ربنا، لان الرؤيه دي موضحه لي انك انت برضو انت عارفه ان انت بتقعدي تعدي ربنا كتير بطريقه مش حلوه. اعرفي ان الرؤى كلها بشريات طيبه ليكي وزوال هم بامر الله تعالى، وعايزاكي تقعدي هكذا النهارده تستغفري ربنا كتير قوي قوي قوي، وتطلبي منه السماح، وان شاء الله ان شاء الله امورك هترجع تستقر تماما تماما تماما. فالرؤى بتاعتك طيبه جدا والله اعلى واعلم. طيب مين معايا تاني؟ معايا اسماء. اسماء الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.